المسيرة اليوم هي مسيرة الإنقاذ، مسيرة للتعبير على الغضب الشعبي من سياسات رئيس الدولة اللي إلى حد الآن أولويته مختلفة عن الأولوية الوطنية، ما هيش أولويات التوانسة. أولويات التوانسة اليوم هو الخبز والمعيشة والظروف الاجتماعية الصعبة، في حين أنه اليوم قيس سعيد أولويته هي أولوية الانتخابات. اليوم التوانسة كل قالوا إحنا ضد الانتخابات وإحنا ماناش موافقين وماناش مشاركين فيها ومقاطعينها. نشوفوا الرئيس ماشي وحده في الانتخابات هذه، والشعب التونسي قاعد يدافع على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية. شارع اليوم يقول ارحل لهذا الانقلاب ولمنظومته، وأن هناك شارع ديمقراطي يرفض ما قادت إليه سلطة الانقلاب من انهيار للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية في البلاد، ومن أجل أنه يقول أنه الأوضاع هذه لا معالجة لها بانتخابات سورية شكلية يريدها قيس لأنصاره ويريدها قيس لأتباعه، وأن الحل الحقيقي هو في اجتماع الشارع الوطني وفي اجتماع مكونات الشارع السياسي في مؤتمر للحوار الوطني. يسقط يسقط الانقلاب، يسقط يسقط الانقلاب. الخلاص الوطني ايضا اللي قدموا، احنا لهبطنا نحتاجوا، لهبطنا نطالبوا، هبطنا في إطار مسيرة تراكمية متاع نضال مدني سلمي لإسقاط قيس سعيد ومنظومة حكمه وتعييناته الفاشلة وخياراته العبثية وبناء القاعدة الهلامي الجنوني. تشعر